وشم أسد وخارطة توقف حكماً دولياً عراقياً، فما هي القصة؟ محمد طارق أحمد الحكم الدولي العراقي يواجه ورطة بسبب وشمين، وهما الأسد الذي يضعه على فخذه الأيسر وخارطة العراق المحفورة على صدره. لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي أوقفت الحكم محمد عن مهامه بسبب هذين الوشمين، وقال رئيس اللجنة أن هذين الوشمين لا يخالفا القانون العراقي أو الكروي، لكنهما مخالفان للأعراف. طيب شنو هذا القرار؟ صدق كذب على قولة العراقيين؟ ولأن الوشمين لا يتضمنا رمزاً عنصرياً كما يقول الحكم، فلم يمنعه القانون العراقي عن وضعهما ولا قانون الفيفا. حقيقة تفاجأت بتصريح الدكتور نجاح رحام، يعني عندما تطرق إلى موضوع شخصي بحت، وهذا الموضوع الشخصي كافله هو الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي وكافله حرية التعبير عن الرأي في العراق في الدستور العراقي. لا يوجد أي نص قانوني يمنع الحكم أو اللاعب أو الرياضي من وضع وشم أو تأتى على جسم. قدم الحكم تظلما لدى الاتحاد العراقي وهو يفكر برفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم، فكما يبدو للقانون رأي وللأعراف رأي آخر في قصة وشم الحكم. وأنتم شنو رأيكم في قصة الحكم؟